السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، معاكم احمد سيد في فيديو جديد. النهارده هنتعلم طريقه تسديد الفاولات وضربات الحره على طريقه ميسي. بس قبل ما نبدا اصحابي، لو بتتفرج على الفيديوهات لاول مره تضغط زر السبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو، وممكن تتواصل معايا على الفيسبوك هتلاقي اسمه احمد سيد. يلا بينا نبدا. اول خطوه هنتكلم فيها وهي الوضعيه. بكل بساطه ميسي بيكون واقف على خط مستقيم، ولانه بيشوط برجله اليسرى فبيجي على اليمين خطوتين. وفي الحاله دي ميسي عكس اي لاعب، لانه بيكون عايزها دقه اكتر من قوه ووضعها في الزاويه الصعبه للحارس. وفي الخطوة الثانية هتبتدي ترجع أربع خطوات وتشوط بداخل القدم للحصول على كرة ملتفة في زاوية صعبة. وتالت خطوة معانا مكان الشوط، وهتحاول تشوط من اسفل قلب الكرة للحصول على كرة ملتفة، وهتحاول تتمرن عليها كتير. وميسي بيفضل المكان ده بالذات في شوط الفاول، لانه بيرفعها من فوق الحائط. وبكده انتهى كل المهارة. نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واراكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.